يا مازن شايبك اللي جايبني المصيبه اللي حطيتيني فيها. انا قلت لك الولد يطلق مرته، مش يصير يحكي مع نفسه ويخوت. ابيش تحطين شغله واحده في بالك، انه وين ما رحتي راح اجيك، وين ما كنتي شرق ولا غرب راح اكون بقربك وبعاك وفيك ومنك وعليك. افا عليك بس. الأم كانت تبي تطلق الولد من مرته، مو يحبني أنا. شكل السحر مضروب. روحي روحي شوفي له. تعالي. شفتي يما؟ في شي غلط. أنتو دفنتوا السحر عدل؟ إي يما دفناه زين. لا أدري ما اندفن زين. بناتي أعرفكم عدل، ما لكم مزاج، عفستوا الولد. مازن ما عليه حبيبتي، ما عليه. خذي ولادك الحين وإن شاء الله يومين وراح يصير زين. هذا سحر مو كون فيكون، أكيد يبين له وقت، وإذا ما صار زين رديه ووعد إني راح أسوي زين. بس أنا خايفي يعمل بحاله شيء أو يأذي نفسه. لا تخافين، طول ما أنا موجودة لا تخافين. يلا خذي ولادك، إن شاء الله ما في إلا العافية. يومين إن شاء الله إن شاء الله. طيب أستأذن. حياكم. قوم قوم روح مع أمك. حفظتوه.